سلام البنات، لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم غادي نوجد معكم المقروط بالتمر. هنا كما راكم تشوفوا غادي نوريكم المقادير. عندنا 3 ديال الغرفي كما هكا ديال السميده ديال الحرشه، عندنا غرفيه نص زيت نص زبده مذوبه، معلقه ديال السكر، كاينه القرفه، شويه اللوز مطحون، الجلجلان، والتمر هذه اللي كتباع هكا، ونولي لكم من بعد. البنات غادي ندير هذا الزيت اللي عندي والزبده، غادي نبسبس بها هذا السميده ونخليها ترتاح، ومن بعد نرجع لكم. هنا البنات غادي نديروا هذه الزبده ديالنا فوق فوق السميده، نديروا هذا السكر، معلقه ديال السكر كما هكا، ونديروا غير شويه ديال القرفه. انا راجلي كيبغي فيها شويه القرفه باينه، نتوما الا بغيتو ما ديروهاش، يعني داكشي كل واحد واش تايبغي. ندير غير شويه، وغادي وشويه الملح بطبيعه الحال، وغادي نبسبس هاد الزبده مع هاد السميده اللي عندي، نبسبسها مزيان باش ديك الزبده كتدخل فيها كامله. تتحسوا كاع ديك الزبده راها شربتها هذيك السميده، ها هي مشربه مزيان كاع زوينه. خليوها تشرب مزيان مزيان كما قلت لكم. هنا البنات كما قلت لكم غادي نزيد غير واحد المعلقه كما نقولوا حنايا، نديروا 4 معالق كبار ماشي عامرين بحال هكا. انا غير بغيت باش يكون فيه شويه البن تاع اللوز، كيجي زوين هو، كيعطي واحد البنه زوينه، وكيكون اللوز مخلط معاه. نزيد غير واحد الشويه البنات، نبسبسوها هكا مزيان. ودابا غادي نخليها ترتاح شويه قبل ما نمشي نصلي الظهر ديالي، ونرجع لكم ان شاء الله. هنايا البنات جبنا هذيك التمر اللي قلت لكم، هنايا غادي ندير شويه ديال القرفه، هي كتزينها القرفه، ونديروا شويه ما زهر على حساب واحد جوج معالق فوالا، وغادي نخلطها بالظراف ونرجع لكم. هنا البنات بعد ما خلطناها شويه في الضراب باش دير، هنا غادي نزيد عليها شويه الجلجلان، يعني عندك ميزانك على حسب الكميه اللي عندك. وهنايا نزيد نخلط هذا الشيء جميع، المهم غادي نخلط هذا التمر ديالي مزيان ونرجع لك. البنات بعد ما خلطت هذا التمر ديالي غادي نقبض هكا، نقبض هكا وندير هكا، نديرو كيما هكا نوريهم باش دي موجودين، باش من ندير لاباط ديالي يكون عندي التمر موجود، ونخليهم على الكوتي هكا، ونعاود ندير نفس الشيء. نديرهم هكا، وهنا نكمل الكميه ديالي ونولي لكم. هنا يا البنات كي درت هاد التمر هكا، هنا غادي نبدا نخلط السميده ديالي، غادي ندير شويه ديال التمر الزهر ونزيد معاها شويه الماء باش نخلط لاباط ديالي. هنا نبدا باش ما تجيناش، يعني ما باش ما يجيكمش، غادي نزيد غير شويه ديال الماء.
هنا البنات درنا طويلة وصلحناها كيما كيما راكم تشوفوا هكا. هنا غادي نجي وندير زيت مزيان نعاود هنايا باش يخرج لي الزواق مزيان فوالا. وهنايا نحاول نقطع على حسب العبار اللي عندي على حسب الزواقه. هاد القنوت دايما كيكونوا هكا، نحاولوا نصاوبوهم كما راكم تشوفوا. نحاولوا نديروا فيها هاد الزواقه باش يجينا حتى هو مزوق كيما هكا. نحاولوا نجمعوا هادوك مزيان فوالا. المهم نكمل انا المقرط ديالي البنات باش ما تجيكمش الفيديو طويله. كاين هذا الرشم، عندي هذا الرشم وعندي هذا. ابخي الواحد اللي ما عندوش رشم يقطع عاد الخدمي ويزوق، يعني حتى بالخدمي تقدر يدير اشكالات. المهم نخليكم هنا البنات كملت المقروط ديالي كما راكم تشوفوا، در حبيبات كما هكا، وعندي دو بلاطو اللي راهم عاد واجدين. وهنايا درت العسل شويه حما وطفيت عليها. هنا غادي نستناهم يطيبوا ونقلبهم نديرهم في العسل ونولي لكم. المهم بنات ها هو، شوفوا المقروط كيخرج، يعني ما شاء الله خرج مانيفيك، خرج رطب رطب رطب، ودخلت له العسل وهشيش ما شاء الله، معلك وزوين، جا فريمون هشيش هشيش رطب رطب. المهم ها هو المقروط ديالي كيف خرج. نتمنى تكون عجبتكم الفيديو، بارطاجوها مع احبابكم وصحابكم، وشكرا لكم بزاف على المتابعه وعلى لي كومونتير ديالكم. الله يحفظكم والله يدخل عليكم رمضان بالصحه والهنا والخير والبركه. يا الله خليتكم على خير.